دعونا نقوم بحل بعض الأمثلة التي لها علاقة بمعادلات الخطوط التي تكون بالشكل النموذجي. في السابق قمت بتوضيح صورتين، هما تقاطع الميل وتكون صيغتها y تساوي mx زائد b، وهي في الواقع بصورة تقاطع الميل. ورأينا نموذج نقطة الميل في العرض الأخير يتخذ الشكل y ناقص y واحد تساوي m مضروبة في x ناقص x واحد، حيث x واحد y واحد تقع على الخط. هذا مثال على نموذج نقطة الميل. والآن سنتحدث عن الشكل النموذجي، دعوني أكتبه هنا. الشكل النموذجي عبارة عن وضع جميع عبارات x وy على الجانب الأيسر من المعادلة. إذا كان لدينا ax زائد by تساوي c، وأريد أن أؤكد على أن جميعها طرق مختلفة لكتابة المعادلة نفسها. إذا أعطيتم هذه فيمكنكم التلاعب بها جبريا حتى تحصلوا على تلك أو تلك، فجميعها طرق مختلفة لكتابة نفس العلاقة أو نفس الخط. إذن دعونا نقوم بحل مجموعة من الأمثلة. لدينا هنا خط ولدينا معادلة مكتوبة بصيغة تقاطع الميل، الميل هو 3 وتقاطع y هو سالب 8. دعونا نضعها بالشكل النموذجي، علينا أن نحصل على 3x على الجانب الآخر من المعادلة لنعيد كتابة المعادلة. y تساوي 3x ناقص 8. الآن يمكننا أن نطرح من طرفي المعادلة 3x. ماذا يتبقى لنا في الجانب الأيمن من المعادلة؟ الجانب الأيسر يصبح ناقص 3x زائد y يساوي، يتم حذف هذا، وتساوي سالب 8. انتهينا، هذا هو الشكل النموذجي. الشكل النموذجي أعتقد أنه المفضل عند الأشخاص لأن كلا المعاملين فيه يقعان على الجانب الأيسر، لكنه غير مستخدم عندما نريد إيجاد الميل وتقاطع y. لا أعلم ما هو الميل وتقاطع y عندما أنظر إليها وهي بالشكل النموذجي، فالشكل المفضل هو تقاطع الميل لأنه يوضح لنا الميل والتقاطع بالضبط. نقطة الميل من السهل إيجادها، فيمكنك أن تنظر إليها وتجد الميل، لكن تقاطع y عليك أن تبذل مجهودا بسيطا حتى تجده، لكن على الأقل يمكنك أن تذهب مباشرة من الميل ونقطة تقع عليه. لكن على أي حال دعونا نذهب من هذه المعادلة وهي مكتوبة بصورة نقطة الميل ونحصل عليها بالشكل النموذجي. إذن نريد أن نحصل عليها بالشكل النموذجي، أي نفس المعادلة لكن بالشكل النموذجي. والشيء الجيد الذي سنفعله، دعونا نقوم بتوزيع هذه. y ناقص 7 تساوي ناقص 5x ناقص 5 ضرب 12. ناقص 5 ضرب ناقص 12 تساوي 60. حسنا، الآن نريد أن نضع جميع المتغيرات على الجانب الأيسر وجميع الثوابت على الجانب الأيمن. دعونا نضيف 7 لطرفي هذه المعادلة. حسنا، ماذا تصبح؟ هذه يتم حذفها. ويتبقى لدينا y تساوي ناقص 5x زائد ناقص 5x زائد 67. 67. الآن إذا أردنا عبارة x هذه أن تكون على الجانب الأيسر، فيمكننا أن نضيف لكلا الطرفين 5x.
حسنا، سنحصل على y زائد 5x تساوي 67. الآن حصلنا على الشكل النموذجي. إذا أردت أن يكون الشكل مطابقا فيمكنك أن تعيد ترتيب هاتان. ستكون 5x زائد y تساوي 67، وانتهينا. دعونا نحل المزيد من هذه الأمثلة. هذه ليست نقطة الميل ولا نموذج تقاطع الميل، إنه شكل مختلف نوعا ما. هذا الجزء يبدو كنقطة الميل، لكن هذا يبدو كشيء مختلف. إنها ليست نقطة الميل تماما. دعونا نرى إذا كان بإمكاننا التلاعب بها جبريا حتى نحولها للشكل النموذجي. إذا لدينا 3y زائد 5، دعونا نوزع الأربعة، تساوي 4x ناقص 36. دعونا نفعل كما فعلنا بالضبط في آخر مثال، إنني أستخدم لون مختلف حسب الحاجة حتى أوضح لكم أشياء مختلفة. وبدلا من اتباع هذه الطريقة سأطرح 5 من كلا الطرفين، لكنني سأفعل ذلك على نفس الخط. سأطرح 5 من كلا الطرفين، فيصبح الجانب الأيسر من المعادلة 3y، لأن هاتان تحذفان وهذا يساوي 4x. ثم ما ناتج ناقص 36 ناقص 5 تساوي ناقص 41. والآن نريد عبارات x أن تكون على الجانب الأيمن، لذلك دعونا نطرح من طرفي المعادلة 4x من هذا الطرف ومن الطرف الآخر. ماذا تصبح المعادلة؟ حسنا، الجانب الأيسر يبقى ناقص 4x زائد 3y، وعلى الجانب الأيمن يتم حذف هذه، ويتبقى لدينا ناقص 41، وانتهينا. لقد حصلنا على الشكل النموذجي. الآن دعونا نذهب في الاتجاه الآخر. دعونا نبدأ ببعض المعادلات التي تكون بالشكل النموذجي ونجد ميلها وتقاطع y. أفضل طريقة أعرفها لإيجاد الميل وتقاطع y هي أن نضع المعادلة بصورة تقاطع الميل. إذا نريد أن نجعل هذه المعادلات بصورة y تساوي mx زائد b. mx زائد b أي سنجد قيمة y لنفعل ذلك. وأفضل شيء نفعله هنا، دعوني أعيد كتابتها، 5x ناقص 2y تساوي 15. دعونا نطرح من كلا الطرفين 5x، هذه يتم حذفها، ويتبقى لدينا ناقص 2y تساوي 15 ناقص 5x. والآن دعونا نقسم كل شيء على سالب 2. إذا قسمنا كل شيء على سالب 2 على ماذا سنحصل؟ حسناً، الجانب الأيسر يصبح y تساوي 15 تقسيم ناقص 2 تساوي ناقص 7.5. 7.5، ثم ناقص 5 تقسيم ناقص 2. يمكنك أن تتخيل أنني أقوم بتوزيع السالب 1 على 2، أي أقسم كل منها على سالب 2. ناقص 5x تقسيم ناقص 2 تساوي 2.5. إذن زائد 2.5x. وإذا أردتم أن تحولوها إلى نموذج تقاطع الميل فيمكنكم أن تكتبوها بصورة y تساوي 2.5x ناقص 7.5.
نريد أن نجد الميل، إنه هنا، هذا هو الميل. نريد تقاطع واي، إنه هذا، إنه هنا، وهو سالب 7.5. ذلك هو تقاطع واي. والآن هذا سيكون الشكل المباشر الذي نستطيع تمثيل المعادلة به. هنا مرة أخرى سنحتاج إيجاد واي. دعونا نطرح من كلا الطرفين 3x، فنحصل على 6y تساوي 25 ناقص 3x. ثم يمكنكم أن تقسموا كلا الطرفين على 6، ويتبقى y تساوي 25 تقسيم 6 ناقص 1 على 2x. إذا أردتها بهذا الشكل حقا يمكنك إعادة ترتيبها. y تساوي ناقص 1 على 2x زائد 25 تقسيم 6. أين الميل؟ هذا هو الميل، سالب 1 على 2. أين تقاطع y؟ هذا هو تقاطع y، أو يمكن أن نسميه b. النقطة 0 مع 25 على 6 تقع على الخط. دعونا نحل واحدة أخرى. لدينا 9x ناقص 9y تساوي 4. ومن أجل المتعة دعونا نبدأ بقسم طرفي المعادلة على 9، ولا يتوجب عليك فعل هذا، لكنه نوعا ما طريقة ممتعة، لأن المعاملات هنا تلقائيا ستصبح واحد إذا قسمنا طرفي المعادلة على 9. إذن قسمت كل شيء على 9، ستصبح حسنا. دعونا نقسم كل شيء على ناقص 9. ناقص 9، هذه العبارة الأولى ستصبح ناقص x، والعبارة الثانية يتبقى منها y، ثم العبارة الأخيرة ستصبح ناقص 4 على 9. دعوني أكتب هذا، ناقص 4 على 9. سأترك بعض المساحة هنا. الآن نريد أن تكون عبارة x على الجانب الأيمن، إذن دعونا نضيف x لطرفي المعادلة. نحذف هذا، ومن ثم تصبح المعادلة y تساوي x ناقص 4 على 9. أين الميل؟ الميل هو عبارة عن معامل x، أي أن الميل يساوي 1. أين تقاطع y؟ تقاطع y هو السالب 4 على 9. أراكم في العرض التالي.